أنا رح أروح لمحطتنا الأخيرة حتى لا يعود سائل عن السؤال. تحت هذا الشعار انطلقت جمعية ندى التنموية بأعمالها في مد يد العون، وتحددت رسالتها في أن تساهم بتحقيق التنمية الشاملة المستدامة في المجتمع السوري وتمكينه أفرادا وأسرا بالتركيز على الأطفال والنساء من خلال بناء قدراتهم الاجتماعية والاقتصادية والصحية والثقافية للوصول إلى حياة كريمة. لنعرف أكثر عن نشاط الجمعية برمضان المبارك وعيد الفطر بصرنا نرحب بالمديرة زهرة الشيخة المنسقة في قسم التطوع في جمعية الندى التنموية. يسعد صباحك، العام يسعد صباحك وفطر مبارك. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير. أول شيء عاد عليكم على بلدنا الحبيب بالصحة والخير والعطاء يا رب، وفطر مبارك علينا وعليك يا رب. صباح الخير. بالبداية خلينا نتعرف أكثر عن نشاط الجمعية. جمعية الندى تأسست عام 2005، كانت من بداياتها بتهتم بتنمية المرأة من خلال الأيام اللي نحن يعني لو وصلنا له اليوم صرنا عم نوصل يعني صرنا وصلانين لكل فئات المجتمع بكل فئاته العمرية. جمعية الندى هي بتقوم بالعديد من الخدمات بدمشق وريف دمشق. في عنا يعني أكثر من مركز مجتمعي، المركز المجتمعي فيه خدمات بنقدمها للأشخاص المهجرين. في مستوصف الندى مطبخ خيري للندى، في عنا مصبغة ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي الوحدة الإنتاجية بتهتم بالحرف اليدوية. نعم، يعني كثير من الفعاليات بتقوموا فيها إن كان بشهر رمضان المبارك أو حتى هلأ مع العيد، ولكن السنة أغلب الجمعيات اختلفت نشاطاتها بسبب الجائحة العالمية. صح. كورونا، شو اللي اختلف عليكم هذا السنة وشو قدمتوا أيضا إذا قلنا مساهمة بالتصدي لهي الجائحة؟ هلأ نحن كجمعية أكيد صار في عنا الاستجابة الوطنية لكوفيد 19، إنه قدرنا نقدم خلال حملات تعقيم، عملنا سلال غذائية خلينا نقول ضرورية للناس لأقل احتياج، هي غير خدمات شهر رمضان. عملنا حملات تعقيم كتير كبيرة للمرافق العامة للمؤسسات الاستهلاكية، غالبا كانت عم تكون بريف دمشق والغوطة الشرقية. اشتغلنا على هذا الموضوع لحتى يعني يكون في استجابة، وكان في عدد كبير. أنا تفاجأت أنه في كتير ناس انضمت لنا بهي الحملات، وكان في عدد كبير من المتطوعين لحتى هنا يقدروا يساهموا بشيء يساعدوا البلد. أنه شو يعملوا يعني أنه هي بالنهاية يعني جائحة، نحن كلياتنا بدنا نكون واقفين وعندنا كل الوعي التام باتخاذ الإجراءات الاحترازية فيها. عم نحكي عن نشاطات متنوعة عم تقوموا فيها من خلال الجمعية وفئات عم تستهدفوها. خلينا نحكي عن العيد، النشاطات يلي عم بتكون خلال العيد والخدمات اللي عم تقدموها. الخدمات اللي قدمناها بالعيد قبل العيد بكم يوم انه نحن في عنا كفالات للاطفال الايتام وفاقدين المعيد، قدمنا لهم ثياب العيد وطبعا عيديه العيد وهدايا العيد، وحتى في هلا عنا انشطه عم نشتغل عليها. بدنا نوصل العيد للاطفال لانه كلياتنا بنعرف انه ممنوع التجمعات وما في تجمعات، فنحن عملنا نشاط صغير من يومين انه جبنا لهم الهدايا والالعاب والاكلات الطيبه على البيت لحتى يحسوا ببهجه العيد وما تروح عليهم. اكيد يعني زهره نحن خلال هاي الايام ايضا انتم تعملوا على التدريب والتاهيل، خلينا نتعرف اكثر عن المجالات اللي عم بتدربوا وتاهلوا فيها، مين الشرائح المستفيده وكيف استمرت هاي النشاطات ضمن هذا الوقت؟ هلا المجال التدريب والتاهيل هو كبير عنا ومنشق لقسمين، عن القسم المهني والقسم الاكاديمي. القسم المهني هو بنهتم فيه انه نحن بنأهل السيدات يعني خصوصا امهات الايتام وفاقدين المعيل للمهن اليدويه، يعني انا قلت لكم بالبدايه انه نحن عندنا شيء اسمه الوحده الانتاجيه، بنهتم بالحرف اللي المهن اليدويه البسيطه مثل النول والاغباني وهدول الامور. بنتوجه لهي المهن لسببين، اول انه كلياتنا بنعرف انه هي المهن بلشت تندثر، فنحن بنحاول نعمل لها انعاش واحياء لحتى نعلم كثير ناس فيها ونربطهم بسوق العمل. وفي كمان حتى هي كربة أسرة تقدر تعيل أولادها وتعيل نفسها. والجانب كمان منشق لقسمين، قسم تعليمي وقسم تنموي. التعليمي عندنا دروس تقوية للأطفال خلال مراكز المجتمعية من الصف الأول للسادس، بعدين هن يعني إن كانوا أيتام بصيروا بس يكبروا ويصيروا بكالوريا بصير عندنا كفالة طلاب العلم، وإذا عندهم أهلهم موجودين يعني نكون نحن قدمنا لهم هي المعونة. والجانب التنموي بنشتغل على تدريب الشباب كيف يكون عندهم مفهوم عالي للتطوع، كيف يكونوا أشخاص مبادرين، كيف يقدروا يساعدوا ويساهموا بشيء حلو للمجتمع
خلال الازمه اللي مرقنا فيها خلال ازمه الحرب اللي خلصنا منها الحمد لله، وهلا يعني كيف عم نعمل استجابه. قلت لكم انه في كثير ناس عم تتطوع انه هن حابين يقدموا شيء ويكون يعني عندهم استجابه للحمله الوطنيه اللي عم تقوم فيها وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل، مشكورين. يعني هي استجابه كثير على صعيد عالي، وفيها كثير شيء مهم للناس انه يعني بيربطوا مع الاحياء البلديات وكلهم، فبيصير في استجابه حلوه ان شاء الله. يعني عم يقدم يعني الشباب اليوم عم يقدروا هذا الموقف وقدرانين يكونوا فيه بقمه الوعي والاحتراز. يعني كورونا فرضت حاله مو بس بسوريا، على العالم كله، وظروف العالم تغيرت. اليوم خلينا نحكي قديش، شو هي القيم اللي عم تحاولوا تزرعوها بالمجتمع اكثر، وخصوصا بظل التفاوت اللي عم بيكون المجتمعي، بظل ضيق الاوضاع احيانا اللي عم بيكون. هلا مثل ما قلتي انه كورونا هي فرضت علينا شيء، ومو بس على سوريا، هي على كل بلدان العالم. نحن كجمعيه كان مثل ما عم اقول لك انه في استجابه. هلا الاشخاص اللي عندهم مفهوم التطوع كثير عالي قدروا يجوا يساهموا، ويكون يعني عارفانين حالهم حيبذلوا وقت وجهد من دون مقابل مادي، هو بالنهايه اسمه كلمه يعني هو تطوع، فهذا الشيء كثير يعني حلو. نحن عم نقدر بنقول، خلينا نقول نحن وقت نعمل خير بنحصد خير، فكمان يعني هي المبادئ يعني فينا نقول انه كلياتنا ترسخت عنا، يعني وقت كنا عندنا الحلوه اللي ربينا عليها نحن، يعني ربينا عليها والحمد لله اليوم عم نقدر نحصدها بطريقه صح. حملات التوزيع اللي بنقوم فيها هي كثير شيء حلو، ففي مساهمه كثير كبيره بالمجتمع، فهذا بيرجيكي انه يعني كل الجمعيات مشكورين عم يقدروا يعني عم يرسخوا المبدا بشكل صح. اكيد، يعني مثل ما حكيتي عن تطوع، يعني يمكن بسوريا اوجه التطوع كانت كثير كبيره، وكان لها دور كثير كبير خلال سنوات الحرب، وحتى هلا بالازمات دائما بنشوف الجمعيات الخيريه، الشباب المتطوع بيكون له دور فاعل خلال هذا الوقت. لكل مين حابب يتشارك معكم يتطوع، شو هي الشروط، كيف بيقدر يوصل، قديش العدد الموجود حاليا عنكم، قد ايه بتفتحوا باب التطوع كل قد ايه؟ هلا نحن عدد المتطوعين حاليا 130 متطوع، وفي عندنا 55 متطوع لكبار السن، يعني هدول مختصين بالاشخاص كبار السن بيقدروا يامنوا لهم الادويه ويامنوا لهم يعني الراحه الكافيه لهم، يجيبوا لهم اغراضهم على البيت. والمتطوعين العاديين هنا بيقوموا بكل وظائف المجتمع، خلينا نقول من توزيعات، من امور يعني بيقدموا خدمه للناس. شروط التطوع هو اكيد اهم شرط انه الواحد يعرف حاله هو عنده هذا الشغف، حب العطاء، حب العطاء، شغف انه يقدم شيء للوطن، يقدم شيء للمجتمع، يقدم شيء لبلده اللي هو بقي فيه الحمد لله، ولحتى يقدر يزرع صح. يعني انا بقول انه مثل ما قلنا نحن بالبدايه، حتى لا يعود السائل السؤال، فهو هذا شعار كل الجمعيات، ويعني هو الشعار الاساسي لجمعيه الندى. نعم. نشاطاتكم بالختام، نشاطاتكم المستقبليه ايش راح تكون؟ النشاطات المستقبليه هلا ان شاء الله نحن حابين يعني نعمل اكثر من اتفاقيه مع اكثر من منظمه، كرمال انه نعم نعمل اكثر يعني نشتغل على نشتغل مع اكثر من منظمه، نقدر نعمل فرع يعني فرع براد دمشق، او ما انه نحن عندنا اكثر من فرع بريف دمشق، وعم نتطلع انه يكون في يعني مبادئ الخير تنتشر ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. بدنا نشكر وجودك معنا مديره قسم التطوع بجمعيه نداء زهره، شكرا لك. بدي اتمنى لك عيد مبارك مع اهلك بالبيت، وانا كمان كثير مسرورة اكيد، ولكل الشباب الجمعيه بنتمنى لهم الخير والصحة والعافية. شكرا لك، وأنا كثير انبسطت فيكم، وكل عام وأنتم بألف خير. وأنت بألف خير. شكرا لك، أهلا وسهلا.